المخرجين حاسس انه هيطلع منك جديد. طلع منك جديد والله كل المخرجين يعني طبعا الواحد يحب يشتغل مع مخرجين كتير مختلفين لان كل مخرج ليه تعرف كل طريقته ولي طريقته سبقاني. طب ما ود انت اسهل. فالواحد طبعا يعني يحب انه يشتغل مع كذا حد يعني بيشوف انه هو كل مخرج وهيطلع منه حاجه فليه لا ان الواحد ما يشتغلش مع كل المخرجين يعني صح؟ مش انت نفسك برضه بتتكلم ليه كده يعني؟ مش انت نفسك يعني تشتغلي مع كل المخرجين ولا انت عايزه تشتغلي مع حد واحد؟ ردي. لا انا عايزه اشتغل مع كل المخرجين الكويسين. طيب ماشي ما هو الواحد برضه عايز يشتغل مع كل المخرجين الكويسين. ادينا قاعدين مستنيين لو نشتغل مع كل المخرجين الكويسين ان شاء الله يعني. يا رب يا رب. فيلم عبد الحميد اللي كان نفسك تعمله. فيلم عبد الحميد اللي انا كان نفسي اعمله. فيلم عبد الحليم اللي انا نفسي اعمله. والله انا يعني ما زلت نفسي اعمله يعني لسه نفسي جدا اعمل حاجه ولو حاجه صغيره خالص يعني عن شخصيه العندليب راحل عبد الحليم حافظ. ويعني الموضوع يمكن كان ماشي فيه في الاول شويه بعد كده وقف حبه وبعد كده يعني ربنا يسهل يمكن قدام شويه يعني ممكن نعمله يعني. تعرف عبد الحليم حافظ برضه مهم ان الواحد يعمل عليه فيلم برضه عشان راجل جامد ولا انت ايه رايك؟ مش جامد برضه؟ جامد ولا مش جامد؟ جامد. انت شايف ان كان ان بينك وبين عبد الحليم شبه؟ والله يعني هي العمليه مش بس يعني مش فكره شبه يعني مش شرط ممكن يبقى شبه رومانسي او في طبيعه الافلام او طبيعه انه كان رومانسي شويه انما شكل ملامح انا في ناس قالت لي المعلومه دي قالت لي يعني وكان من ضمنهم الاستاذ الكبير احمد زكي قال لي اتكلمت معاه في قصه الفيلم قال لي انت اقرب واحد يعمل عبد الحليم لانك فيك شبه منه شويه يعني طبعا هو مش شبه جامد يعني مش شبه شبه لكن مش شبه مش جامد قوي مش شبه جامد قوي يعني حبه يعني بس ربنا يسهل بقى مش عارف بقى ما يدعي لنا كده على الفيلم ده. مامتك قالت لي ان صوتك حلو ليه مش بتغني؟ انا مامتي قالت لي كده؟ ما حصلش. تضحك عليك. يعني والله انا بحب الغنى جدا بس عشان اغني دي برضو ما هي عايزه وقت يعني عايزه وقت طويل ان الواحد يشوف اغاني وينقي كلمات وبعد كده الحان يعني انا نفسي طبعا يعني اخش في قصه الغنى بس عايز اخشها بشكل برضو يكون كويس يعني مش عايز اخشها يعني اي شكل وخلاص يعني عشان بس بحب الغنى وخلاص يعني عايزه وقت يعني عايزه تدريب ومين عالم والله ممكن بعد كده الواحد يغني ويعمل شريط وكده لا ربنا يعني محدش عارف لسه. ما تغني لنا. اغني لكم. تحبي تسمعي ايه طيب؟ اي حاجه. اي حاجه. غني ايه؟ نغني. عايزه اقول لك حاجه. غني اغنيه الحب الحقيقي. الحب الحقيقي اعظم اغاني عبد الحليم الاغنيه دي.